دلوقتي هنقابل الجميلة لوجين محمد 13 سنة، وهي صاحبة العلامة التجارية لوجيلين، واللي صنعت منتجاتها في مصانع فريدال بعد تبني أفكارها في التصنيع. لوجين محمد، خليني أتكلم معاكي مش كبنت صغيرة عندها 13 سنة، ولكن كبنت نجحت إنها تكون أصغر رائدة أعمال في مصر، وعندها علامة تجارية مهمة جدا اسمها لوجيلين، بتقدمي من خلالها مستحضرات مهمة جدا للعناية الشخصية بالجسم والشعر. صح. في ظهرنا مين؟ شركة كبيرة جدا اسمها فريدال. فريدال اتبنت موهبتك. اولا اخبارنا ايه؟ طمنيني هنا في المعرض. لا الحمد لله، يعني حركة البيع كويسة، والحمد لله يعني في حاجات كتير قوي من البرودكتس بتاعتنا دلوقتي بقت سولد اوت، يعني ومش موجودة ونجيب اوت. شاطرة. وبعدين وفي حاجات كتير اتباعت، والناس اللي كانت بتشتري حاجة الفيدباك بتاعها عن الحاجة كان كويس. دخلت كم معرض بالمنتجات دي؟ معرضين. الأول كان فين بقى؟ في النادي الأهلي في الشيخ زايد، والتاني هنا في المنافسة دي. بتشرح لهم بتقول لهم ايه بقى؟ عملت المنتج ده ازاي؟ بشرح لهم برودكتس المنتج والإنجريدينز اللي فيه، زي مثلا البادي سبلاش بتاعنا هو فيه جليسرين وأويلز كتير، حيث انه ما يحصلش إريتيشن للجسم ولا يكون فيه أي ضرر للجسم، وكمان يبقى ثباته عالي. البادي لوشن بتاعنا متأسس على شيا باتر وجوجوبا أويل، وده بيرطب الجسم وبيشيل أي جلد ميت مع الوقت. الهيرمس بتاعنا الكحول فري، ما فيهوش الكحول عشان نحافظ على الشعر. ايوه، بحيث ان هو ما يضرش الشعر، وكمان بيرطب الشعر عشان فيه الوفيرا اويل وبنسينول. انا عاجبني ثقتك في نفسك. شكرا. ربنا يحميكي. شكرا بجد. النهارده عندنا كم منتج؟ عندنا 4 برودكتس ب 32 ريحه بقى. طب نجحتي فيهم، دماغك راح لفين؟ بتخططي لايه تاني؟ لوجيلين لازم يعني يكبر. يعني نفسي ما بقاش لوكال براند، عايزه ابقى انترناشونال براند، او ابقى الناس كلها عارفاني وبدي مش في مصر بس، لبره بقى.